ايضا كمان تحيه بتكون لنا نيس الحلاني. مرحبا عمر، منور الاذاعه، انا كثير بحب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، وبرحب بالفنان انس عدوان، ويا ريت نسمع بصوتك اغنيه امشي الحالي ان شاء الله. اذا علقت معه اكيد رح نسمعها من الفنان الاردني انس عدوان. كمان اتصال، الو صباح الخير. صباح الورد. يا هلا، صباح النور. كيف حالك؟ ماشي الحال الحمد لله. مين معنا؟ معك انس عدوان. كيفك يا انس؟ الحمد لله، الله يسلمك، كيف امورك؟ والله ماشي الحال. الفنان انس عدوان فنان اردني صاحب صوت جميل، كانوا طلبوا منك قبل شوي على الفيسبوك، سمعنا هيك مقطع من امشي الحالي. صحيح، انا شفت عده طلبات وخصوصا من سفيره الحلانيين نانيس الحلاني. اي صح مزبوط، اللي هي طبعا مستلمه كل نشاطات فارس الغناء عاصي الحلاني، وعلى اتصال معه بالمكتب على طول. بدنا نوجه لها تحية كثير كبيرة، وأنس بدنا نستغل الوقت ونستغل إنك معنا على الهواء، واليوم هيك كمان سمعوا مقطع لو سمحت، طلبوا منك أمشي الحالي إذا في مجال نسمعها. أكيد، يلا الهواء لألك، تفضل. أمشي الحالي وشوق الغالي معايا بالغربة، طيف قبالي وساكن بالي ومرافقني حبك، أمشي الحالي وشوق الغالي معايا بالقربة، طيف قبالي وساكن بالي مرافقني حبك، يا قمر يا عالي سلم لي عالغالي، يا قمر يا عالي سلم لي عالغالي، بيني وبيني شوقي ليل قلبه بميل وقلبي بميل، يا غربة يا أم الويل على عاشق شو صعبة. الله 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 يا أنس، سلم الصوت، تحية كثير كبير لألك. وكمان يعني أنا بما أنه ما قدرنا نسمع عاصي بدي أهديهم هذا المقطع بصوتك لكل محبي عاصي الحلاني، وأنا بهدي لإلك ولكل المستمعين ولكل محبين عاصي الحلاني اللي انضموا لإلنا هلأ على السهرة. الله يخليك، وصاروا من مستمعيك ومن مستمعين راديو الرابعة. الله يخليك يا رب، شكرا جزيلا لك الفنان الأردني أنس عدوان، شاركنا اليوم واستمتعنا بصوتك، وإن شاء الله بيكون لنا هيك وقفات ولقاءات أخرى إن شاء الله قريبا. تسلم لي، تسلم. أهلا وسهلا فيك أنس، شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا.